حكمة اليوم يمكن تكون مؤلمة للبعض لكنها حقيقة واقع. حتى ما تألمك الحقيقة في يوم من الأيام، لا تحط نفسك في مكانة عالية كتير عند الآخرين، ما تتوقع منهم أنه يضحوا مشانك. حتى تعيش سعيد، نزل خفض سقف توقعاتك بالجميع حتى ما تنصدم في يوم من الأيام من الحقيقة. إحنا هلأ عايشين بحالة كل من إيده إله، فأعرف حجمك وين وعيش على قدك.